وعن آخر أخبار الطقس والأحوال الجوية ميرفت المليجي تخبرنا بالجديد. تفضلي ميرفت. شكرا نهى وهبة، وأهلا بكم مجددا مشاهدينا مع أخبار الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الجمعة طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء. وهذه درجات الحرارة متوقعة غدا على بعض مدن ومحافظات الجمهورية. في القاهرة العظمى 38 والصغرى 26، الإسكندرية 35 23، مطروح 32 22، بورسعيد 31 24، الإسماعيلية 38 26، السويس العظمى ستكون 38 والصغرى 25، العريش 32 22، طابة 38 22، شرم الشيخ 40 27، الغردقة 41 28، الأقصر العظمى 43 والصغرى 24، أسوان 44 28، الوادي الجديد 42 25، وشلاتين 40 28، وأخيرا حلايب 34 27. والآن نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.